بهذا الفيديو إن شاء الله راح نشوف كيف ممكن نحن نحفظ الفايل تبع الميتيونورم in different format. بنفتح الميتيونورم، بعدين نروح على اللوكيشن، لنفترض أن نبحث عن بغداد مثل ما طالب الأخ بالسؤال تبعه، دبل كليك عليها فبصير بهاي الجهة، بنعلمه من all next، بعدين next، بعدين next. هون بعدين نختار الفورمات اللي بدنا إياها. إذا الفورمات المطلوب مثل ما طالب الأخ هو SRW ما أنا موجود هون، فممكن نحن نحط User Defined ونحط New One، ورح نسميه مثلا Example 1 مثلا، ونقول له أوكي. هون بيطلع معانا الداتا اللي بدنا إياها، هذا الداتا راح تكون موجودة بالأوتبوت فايل. فنحن بدنا سرعة الرياح مثل ما طالب الأخ، بدنا الريح الدائري، بدنا أي شيء، بدنا نفترض هاي Global Solar Azimuth. نحط كل هاي البيانات مطلوبة بدبل كليك، بس بنعلم على أي شيء بدنا إياه ودبل كليك فبينتقل لهون. هلا عشان نختار الفورمات، هون بنختار الفورمات مثل ما عندنا نحن الأخ طالب SRW، فبنحط SRW وبنقول له سيف. هلا نزل معنا هون الفورمات. لو عندنا أكثر من فورمات ممكن نحط نيو ون فبيطلع معنا أكثر من الاسم. هون بدنا إياها بالـ SRW، فخلص سميتها أنا example، بنقول له next، عم يعمل process. خلصنا، بنقول له سيف. فها نلاحظون انه صار SRW، بنقول له اورلي، بدي اورلي او بدي مونثلي وات ايفر، بنقول له سيف. خلص وتسيبت. ان شاء الله يكون واضح هذا الفيديو.